FM. الكلمة ليك. الصفحة ممكن 14-15 دونك النص الصفحة هذه هي دونك المركزية لجريدة الشروق. هاو باش نحكيو شوي بعيد على الإرهاب والتفجيرات. نحكيو على G-5 تقريب مساء السبت القادم 21 نوفمبر. تضاء الأنوار بالمسرح البلدي ويفرش السجاد الأحمر إذانا بانطلاق فعالية الدورة 26 أيام كارتاج السينمائية رحلة التانيت الذهبي. توتان سبيسيال دونك لهذه الدورة. تقرأ في جريدة الشروق مثلا جوائز التمثيل في الأيام تونسيون على منصة التتويج أسماء في ذاكرة الأيام. جستمون حاجة ممتازة برشا إن شاء الله. كما قلت الموعد السبت الجاي إن شاء الله 21 نوفمبر إن شاء الله. زربية حمراء قدم مسرح البلدي. شكون حاضر سي رجاء؟ شكون حاضر إن شاء الله؟ زربية حمراء في يعني تو عندنا عدة كما العادة في الأيام السينمائية بعد الجي تي سي دونك الجي سي يعلنوا على قائمة من المدعوين من الضيوف كذا. وليلة صلى الله بعض الضيوف يتنصلون يبعدوا علينا يعني خاصة شفت العلاقة بين تظاهراتنا الفنية والأمن بصفة عامة الأمن في البلاد. راهو النجوم مثلا نجوم السينما السياسيين ما يجيوك هنا نجوم السينما الهوليودية مثلا عندهم أسيرانس تمنحهم من زيارة البلدان الخطرة على خاطر يعتبروهم رأس مال حي. فلانة الممثلة الفلانية الفول الممثل الفلاني الاخر الى اخره يوعدك باش يجي هكا تلقائيا يقول لك نجيك لتونس نجي للمهرجان تاع كارتاج عنده اسم وعنده تاريخ وكذا لكن يلزمني نتاكد مع لاسيورونس نتاعي اللي ما ثمش خطر. كما صار سمحني سي رجال بعض الفنانين اللي كانت عندهم برمجة لحياة بعض الحفلات في مهرجان كارتاج على دنيير منو دونك سير ميجيوش هذه نحطها في بالنا باش ما نعيبوش ما ننتقدوش إدارة الأيام السينمائية بقارتاج لغياب بعض الوجوه بعض الفنانين الكبار خاصة أوروبيين وأمريكان اللي هما المعروفين أكثر. باهي بالنسبة للفنانين العرب راهو مهرجان دبي غلى السوق علينا راهو يخلصوا الضيوف. مهرجان دبي يخلص الضيوف يعطيك باكو دولارات هايل فما عندكش تخمام ويقع بعد أيام كارتاج السينمائية تقريبا. الكلمة ليك.